اعلنت عائله فيصل بن احمد بن حسن المناعي ولاءها وتاييدها لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واكدت وقوفها خلف قياده جلالته حفظه الله في مواجهه كل المحاولات الاعلاميه الممنهجه التي يقوم بها النظام القطري والتي باءت بالفشل بفضل تصدي ابناء مملكه البحرين لها بحزم